بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولم يكن له كفوا أحد.
سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، انك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت علينا به وأوليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين صلنا بك إليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك، اللهم استرنا بسترك الجميل، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحمنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وقوم إيماننا حتى لا نعصيك أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا تقية من الشرك نقية لا جافية ولا شقية. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا من جندك، وسخرنا لخدمة دينك، وأمتنا في سبيلك. اللهم يا رب العالمين، تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر، ولا تحرمنا أجرها، ولا تحرمنا فضلها، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وإخواننا يا رب العالمين، وسائر المسلمين والمسلمات. اللهم يا رب العالمين، نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترحمنا، نسألك يا عليم يا حكيم أن ترزقنا العلم والحكمة، نسألك يا تواب يا رحيم أن تتوب علينا. اللهم نسألك بصفاتك الحسنى وأسمائك العلى، اللهم قونا بقوتك يا قوي، وانصرنا بنصرك يا نصير، وتولنا بولايتك يا ولي. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل زمان
زمان وفي كل مكان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.